طيب انا بس ايه ارص لك حاجتين كده. انا خلصت السلطه بتاعتي نعمل ايه بقى؟ تحتاج دوت الاول مبدئيا اكيد. اه شويه زيت زيتون او مش حلو. حواوشي. حواوشي اديني حنان. اكله شعبيه مفيش بعد كده بلدي. في اماكن تعملها تحفه، في اماكن بتعملها تاكلها وبعد كده تندم بعديها بخمس دقايق مع اخر قطمه. بس انت عامل العيش، عامل العجينه. العجينه يعني ممكن يعني تتعمل في السريع في الرغيف بلدي، بس يكون الرغيف بلدي بقى مش اللي بيتباع في السوبر ماركت اللي بيبقى ميتان. الفرن بتاع الفرن، بتاع الفرن عشان القعر بتاعه والوش بتاعه يكون فيهم سماكه تشرب الجوسز اللي نازله ما وما يتهروتش، ما تيجيش تيجي تلاقيه كله فرط منك. فالمره دي يعني عملت عجينه عيش. لو هتعمله مثلا اربع ترغيفة حواوشي يبقى عندك اربع كواب دقيق تقريبا نص كيلو دقيق وكوبايه وثلاث ارباع كوبايتين لربع ميه، معلقتين خميره صغيرين ومعلقتين ملح، وتعجن. انت بتحط سكر خالص في العجينه؟ لا ما احطش سكر وما احطش اي دسم في العجينه. اوكي. اللي بيعمل بيتزا ويحط فيها زيت او تاكل من ده تعرف على طول ان هو ايه، ما ذاكرش بيتزا الاصلي الايطالي. مظبوط. تمام. ف وتسيبها تخمر لحد ما اربع ساعات برضو؟ اربع يعني ساعات، يعني في حدود اربع ساعات تدب الحجم. تمام. الموضوع سهل جدا. نص كيلو لحم مفروم ما يكونش احمر او يكون فيه شويه دسم عشان الدهن. ويا ريت، انا بحب نص ضاني ونص كندوز. اشمعنى الضاني برضو طعمه دسمه حاجه تانية؟ لا ليه مش نص بتلو مفروم؟ البتلو ملوش طعم. ملوش طعم. انا ما باكلش بتلو. اوكي. ما بدخلش بتلو الا يمكن الريش البتلو، انما بس لا سكالوب انا بعمله بتلو. هنختلف هنا. لا ما يعني يا عم في ايه ده بقى. فانت عندك نص كيلو اللحمة بتاعك مفروم، ومش مفروم ناعم عشان ما تبقاش ايه مكتومة. بصلة ونص مبشورة. تمام. شوية بابريكا اللي هو الفلفل الحلو، شوية شطة. لا دي بابريكا برضو. راحت فين الشطة؟ على الشمال او صف على الشمال. العربية فاضية جوه. هي دي. أيوة. هي دي اللي انا شميتها امبارح. بنعمل بروفا امبارح فبيقول تيست مايك. طب مش عارف نشم الشطة، نشم الشطة من هنا. انا فاكرها قرفة. وتأخر التصوير ربع ساعة، عباس فهمي قاعد بيعطس بره الاستوديو. بس كانت مؤلمة. ما علينا ما علينا، الذاكرة المؤلمة دي عايزين نسيبها. انا اخلطها كويس. تمام. شوية ملح. أنا بطبخ بالعين. أنا عايز تعذبني قول لي اكتب مقادير. لما أكتب مقادير بقى عشان وصفات هتنزل في مجلة ولا بتاع كلام، ده بيبقى عذاب. طب مرير. أنا ساعات بدخل المطبخ ببقى مش عارف أنا هعمل إيه. أفتح الدولاب كده. أنا أفتح التلاجة برضه. وافتح التلاجة وافضل واقف قدامها. كنت زمان ابويا يقول لي اقفل التلاجة، اقفل التلفزيون اللي انت فاتحه ده، اقفل التلفزيون اللي انت فاتحه ده. وبعدين فجأة اقوم مطلع اقول انا هعمل مكرونة بكذا، وفجأة الاقي نفسي مطلع اللحمة وممكن اطلع عرق روستو وعامل ما عملتش مكرونة اساسا. ويعني كل ما انت بتحب المطبخ بتعرف تبتكر وانت ماشي، دي حاجة. الحاجة التانية بتصفي دماغك. الوقت اللي في المطبخ دوت فعلا بيبقى وقتين اكشلي، يعني في موقفين ما بفكرش فيهم في اي حاجه. عباس الوقت اللي انا فيه شايل بنتي وبلعب معاها، ما بفكرش في ماديات، ما بفكرش في حد مزعلني، ما بفكرش في مشاكل شخصيه. وقت ما انا بطبخ ببقى كل تركيزي في الطبيخ. الطبيخ انا بسميه، انا بالنسبه لي ده علاج وفصلان من الكوكب الخارجي اللي احنا عايشين فيه ده. صح. يعني في ناس بتروح تتعالج نفسيا عند دكاتره وتدفع دم قلبها. احنا عندنا نعمه انه ربنا حببنا في الطبيخ، فهو ده العلاج النفسي بتاعنا. كل اللي احنا عملناه ان احنا خلطنا البصل واللحمه بشويه البهارات بتاعتنا، وحطينا كميه فلفل اسود لا باس بيها.
القرن ده عشان العطش بقى هيعورنا. مش مشكله هيكون هيحصل فيك اكتر من اللي حصل امبارح. بس الفلفل التشيلي الفريش لا يعلى بيوزع الطعم الحراق في كل الاكل، مش زي الشطه. الشطه يعني ممكن تبقى مكمله معايا بالنسبه لي. انا انت جايب صينيه هعمل رغيف واحد وبعد كده نبقى ممكن ندخله الفرن عشان الوقت. تمام. شويه زي بتاع الفطير. تمام. شيك الفرن. الفرن لسه فرن هنا. فرن تمام. فرن السخن وجاهز. انا مجهزه. عجينة مختلفة برضه يا عباس يعني. لا هي عجينة عيش. لا عجينتك انت مختلفة عن عجائن كتير انا شفتها يعني، بحكم بقى لي فترة يعني بيتغير عليا شيفات كتير في الشغل اللي كنت بعمله. العجينة نفسها الفيل بتاعها رقات يعني واخدة. ما انت تشتغلها وتعجنها كويس وتسيبها يعني تسيبها ايا كانت الكميه، تقرصها كويس. تقرصها كويس وتقفلها من تحت عشان لما تخمر ما يهربش. صح. تمام. وتكون انت تعملها تيست كده بايدك قبل ما لما تكون وصلت انت للقوام اللي انت عايزه، ما بتلزقش وفي نفس الوقت ايه ما بتمط وفيها شويه ردود، بس تعرف ان انت وصلت ايه لنسبه الميه. اصل لو العجينه عطشانه تيجي تشدها تقطم منك. لو ميتها زياده هتقعد تمط منك وسيس. بالظبط كده. فهي بالتجربه. انت درست طبيخ؟ لا انا ما درستش طبيخ برضه ولا اعرفه بيه. بس احنا واخدينها عن حب. صح يعني. لا وجربنا وباظت حاجات ورجعنا عملناها تاني وباظت ورجعنا عملناها تالت. لعلمك بقى اكبر الشيفات اللي بيشتغلوا وبيجربوا وصفات جديده اللي ما يعترفش بانه بيغلطوا. طب بيغلطوا وبيطلع حاجات عك ازلي و ده طبيعي جدا يعني. هي تجربه يعني. طيب تحب اساعدك ولا انت تمام؟ يعني تمام. طيب عشان احنا ايه معانا كام دقيقه حلوين كده نخلص فيهم الحواوشي الجميل بتاعك عشان نعرف ناكل بقى براحتنا يعني. احنا خلاص يعني هنحوشه الفطار ده هاخده معايا وانا ماشي ده عشان ادوق المدام عندي الحواوشي. يا عمرك ما اكلت حواوشي؟ يعني حاولت ان انا معاها مع اللحمه المفرومه وتعصيجه اللحمه المفرومه يعني الحواوشي والكفته واي حاجه فيها تعصيج ما بتجيش على هواهم. هم بيحبوا انت عارف الاجانب ياخدوا طعم اللحمه. ايوه اشرح بقى. ايه؟ ما طعم هو اللحمه؟ ما انا ما قلتش حاجه. لا ما قلتش جنبه يا بيه. ما هو انت ما هعمل ايه بس؟ مش متجوز من بلدنا. انا هعمل ايه طيب؟ ما انا لو كان حد اتقدم لي وخطبني من بابا كان زماني دلوقتي متستت. بس اتستتنا في الاخر جينا ست البيت مطبخ ست البيت اهو اهو. ده النص الفوقاني النص التحتاني بتاع الرغيف. هو مش هيبقى يعني مش هيستحمل ان انت يعني تتنيه. لا محتاج شريحتين. شريحتين عشان كده قلت لك هعمل واحد الاول. طب انت ليه حطيت زيت برضو؟ انا عايز اسال ليه حطيت زيت على البلانش؟ ليه ما حطيتش دي بس؟ عشان هي دي الطريقه البلدي. الطريقه البلدي. زي الفطير بالظبط كده يحطوا سمنه. ما بيحطش دي. عمري ما الحرفه بتاعت الفطاطري دي اللي هو بيمسك العجينه يمطوحها يمين وشمال و... انا حاولت اعملها. كان بص واعتقد ان ما فيش حد حاول يعملها جابها الا بعد حوالي 50 مره. بتاع البيتزا. في برضو اللفه دي. انت عارف بتاع البيتزا بيعمل كده ليه؟ ليه؟ عشان الهواء؟ لا عشان يعني يفرد العجينه. اللي يعمل بيتزا لو تروح اي حد مطعم بيعمل بيتزا وتلاقيه بيفرد العجينه بالنشابه تعرف ان هو مش بتاع بيتزا. ليه؟ ان انت لما بتفرد العجينه بالنشابه بتطلع كل الهواء اللي هو ثاني اكسيد الكربون. ما هو العجينه بتنفش ليه؟ بتنفش ليه؟ بتنفش علشان جواها عشان الخميره. ايوه بتاكل في الـ في الـ في البروتين اللي في اللي في الدقيق. اوكي. وبتولد ثاني اكسيد كربون فهو ده اللي بيخلي الخميره. انا ما كنتش عارف ان هي بتاكل يعني كنت عارف ان هي الخميره عباره عن ثاني اكسيد الكربون. ما كنتش عارف بقى السورس بتاعه بيتولد ازاي. هي الخميره عباره عن
بكتيريا. فطرنا النهارده بكتيريا. بص يا معلم بالحواوشي يوزعها. والمهم الحواوشي تدكه كويس، لازم يبقى طيب. عكس ما تيجي تعمل همبرجر انت مش عايز الهمبرجر يبقى مكبوس، انما رغيف الحواشي عايزه يبقى مكبوس كبسه حلوه. وهنقفله بالطريقه دي وهندخلها الفرن ونستناها نشيلها بس بتاع حوالي 40 دقيقه، من 40 دقيقه لساعه على درجه 200 حسب الفرن. لمجرد بس طب سؤال 40 دقيقة الساعة دي العجينة دي نفسها عشان اللحمة كمان تستوي والبصل انا عارف بس مش كل حاجة نية ونحطها بقى فوق على درجة حرارة على فوق الفرن يعني لا اخر حاجة في الفرن في النص في النص في النص اللي هو كأنك بتخبز اي حاجة هي 40 دقيقة. العجينة شكلها هشة قوي، مش متخيل انها تستحمل لا بالذات مع القلي، بس يعني انا متأكد ان انت حاسب الحسبة صح يعني. مجربينه مجربينه. شوية زيت زيتون كده في الوش. هترش هنا دقيق ولا حاجة؟ يا ريت شوية دقيق. تمام؟ واديله في الفرن. اديله في الفرن. هندخل الفرن. اوكي تمام وهنستنى عليها لحد ما تستوي. تمام 100 100. شفت بقى الجمال؟ مش معقول. بركاتك بركاتك. الواحد بقوا ثلاثة. احنا اخذنا ده سحر التلفزيون. ما هو دي ميزة التلفزيون، بركة قناة ست البيت. ميزة التلفزيون بقى ان احنا ممكن نتوقف وناخد وقتنا وكملنا بقية مكوناتنا وقيت العجينه. يا سلام يا سلام، برافو عباس. ويبقى طعمه بالعجينه احلى من العيش البلدي، يعني عجينه بيتي مختلف. مختلف بصراحه يعني انت بره في الشارع ما انت هتاكله بالعيش البلدي موجود سهل بالظبط كده. وما هو يعني بالرغم ان اللحمه ما كانتش حمراء قوي بس كان فيها شويه دسم، انما ما هواش بقى ايه بيشر ولا بينز زي صح الحواوشي. انا شربت يعني. شربت منه. طيب عباس ويل دان، يعني كالعاده افحمتنا يا رب. ميرسي جدا ونشوفك بكره في نفس الميعاد. نشوفكم نشوفكم بكره في نفس الميعاد.